طب انا عندي سؤال من جزئين رخم، اتفضل. اتنين فيهم رخامه يعني، وفي ارخم، بس يعني دول يعني ارخم حاجه جت في دماغي دلوقتي. ايوه. بدون ذكر اسامي، اكيد مليون في المية انت بتتعامل مع المطرب او المطربه الفزلوك او الفزلوكه. ايوه. بتحصل راح بلحن وبتاع مش عارف ايه، فهو يجي بقى ايه يجود يعدل لك حته في اللحن، يقول لك مش عارف ايه، لا هي لو كانت اتعملت بالحته الفلانيه هتبقى مش عارف ايه، لو كانت عملت بياتي، لو كانت عملت مش عارف ايه، لو كانت عملت ايه. انت بتتعامل مع ده ازاي؟ حصل قبل كده ان ده تسبب ان احنا ما نشتغلش في اغنيه معينه مع حد معين بدون ذكر اسامي، مطرب كبير يعني، ان هو اشتغلت معاه اغنيه غير فيها بعد، بس غير فيها من غير ما اعرف يعني. بعد ما سلمته للحن ده عسل. نزلت متغيره في امر واقع وعدت. طيب جينا عملنا اغنيه تانية، فقال لي انا عايز اغير لحن كذا يبقى كذا، مش غيره انت. لا انا غيرته يعني. فوقفنا هنا وقفنا بقى. قلت له بقى انت غنيها زي ما هي، مش انا ما بحبش اغير، مش عشان خاطر انت هتلحن لحن، ادي العيش خبازه يعني، قصدي انت هتعمل لحن في الاغنيه اعمله من حقك وجهه نظرك، لكن انا لحني لو في تعديل انا اللي اعمله. فالموقف ده تسبب ان احنا ما اشتغلناش الاغنيه دي وقعدنا فتره ما بنشتغلش. قول لي عايز تعمل ايه، يا تقنعني يا اقنعك، يا اما مش هعملها. ما بيحصل ده دلوقتي، يمكن برده ده حصل زمان، واحد برده كان لسه يعني بيبدا، بس بلاش دعوه، اظن هي طبيعه، في ناس فزلوكه بطبعها. بس انت وانت بتبدا ممكن حد يقول لك كده فتقول له ايه، طب ماشي خلاص براحتك. بتاكل عيش، اشتغل بتاكل عيش. انا لا، انا كان عندي موقف، مع ان هو يعني حد كويس يعني طبعا، قلت له لا والله بلاش انا بعتذر. قال لي ما يعني بمعنى ان ده مش قران كريم يا زيزو يعني. هو مش قران كريم، فعادي ان احنا نعدل. فانا كنت شويه خليتني الكبرياء، لا هو مش قران كريم بس هو عندنا حاجه مهمه الصعيد اللي جواك. السعاجي بقى طلع بس هو كده. وما اشتغلناش ساعتها الاغنيه. بعد كده حصل من ناس تانية ان بقى بعمل غنوه، فيبقى ايه عنده راي، لا ما تيجي نغير، ما نعمل، بنتناقش، وهو لو اقنعني انها مش حلوه انا اللي بغيرها. يعني ما هو انا زي ما قلت لك اقنعني يا اقنعني يغيرها هو، ان المطرب يغيرها دي بقى حاجه صعبه جدا. طبعا دي حاجه بتبقى يعني الغنوه دي كل ما بسمعها، اللي انا بتكلم عنها دي مره واحده حصلت طبعا، بحس ان انا مش عايز اكملها. لازم اعرفها بعد اللقاء. هقولها لك. تمام. طيب دي 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 حاجه. تاني حاجه، انا راجل يا عم معايا فكه، معايا فكه كتير. تمام؟ ما شاء الله. يعني الحمد لله. فجبت لك كلام زي الزفت. وقلت لك لحنه يا عزيز. يعني اديني فلوس عشان الحنه يعني؟ انت بقى منتج دلوقتي ولا شاعر؟ اعتبرني اي حاجه. هو معاه كلام وعايز يلحن يعني ومعاه فلوس. انا من بتوع اليومين دول يا عم، معايا شويه فكه حلوين وبتاع مش عارف. لا لو الكلام مش حلو مش هشتغل. لو الكلام مش حلو مش هشتغل. جواب نهائي؟ جواب نهائي. مفيش اتصال بصديق بتاع اي؟ لا لا لا، لو الكلام مش حلو مش هشتغل. حتى لو الفكه كتير؟ هقول لك ليه، هقول لك ليه. انا مش هسيب فكه يعني، لو انا عايز اسيب لاولادي فلوس يعني، فهي الاحسن اسيب لهم اسم واسيب لهم سمعه. ده بيشكل حاجات كتيره في قراراتي يعني. انا ممكن حد يطلع مثلا يهاجمني، انا ما هاجموش، لان انا ما احبش انزل لمستوى يبقى فيه بنتي او ابني او حد بيحبني، حتى فانز يعني اخي، مش يحس ان انا قلت كلمه هو كان راسم لي صوره تانية. فعشان نفس الحكايه برضو، انا مش هعمل اغنيه الناس تحس ان انت عملتها عشان يعني هي كلامها وحش قوي، انت عملتها عشان حاجه تانية، عشان خاطر تشتغل، عشان تاكل عيش او كذا. لا، لو الكلام حلو محدش بيكره الفلوس يعني، انا احب الفلوس جدا، انا بشتغل عشان اكسب فلوس، مش بشتغل يعني عشان حاجه تانية. لكن لو الكلام حلو هشتغل وهقبض حقي كملحن وهبقى مبسوط. لو الكلام وحش فهو هينزل مني، هينزل من مستواي الفني اللي انا بقالي 20 سنه بعمله، فده اغلى من الفلوس. من الاخر القرار هيبقى لا.